شباب تحدي من يكمل البيت هذا إذا هزت ثقافه بها شمعزت وولته عشوزنة زبونة. يا شباب وولته عشوزنة زبونة عشوزنة إذا انقلبت أرنة تشج قفا المثقف والجبينة. ها من يقول ها؟ يقول عيده مرة ثانية عشوزنة إذا والله ما إذا هزت ثقاف بها اشمعزت وولته عشوزنة زبونة عشوزنة إذا انقلبت أرنة تشج قفا المثقف والجبينة. هذا طريق لحما نوصلنا إن شاء الله للأماكن الأثرية والكتابات القديمة العربية. كبد السماء الشمس هذا الجبل. هذا شيء النعام رسم النعام. طبعا هذه كتابات عمودية على مثل الجبل. هذا أحد المواضع الأصلية لحيوان النعام. تعليق يعني غطى الآثار الثمودية. شوف هذه الكتابات الثمودية القديمة طبعا ترجمتها تابعوا سناب عمر ذيبان وشكرا لكم. ها عندك اعتراض يا بندر؟ ها عندك اعتراض؟ طيب ابو خالد هذه ايش معناها اللي هنا؟ هذه معناها تابعوا قناة عمر ذيبان سووا لها لايك وسبسكرايب وتابعوا في السناب. الله يجزاه خير يا اخي. الحروف واضحة العبارة الثمودية لكن الاشكالية في ان المسميات اختلفت. فالمسميات القديمة تختلف عن المسميات الحديثة فلذلك ما قدر يحدد معانيها. هذه برضه احد الرسومات. حما في المنطقة اللي هناك والمر الان الحيدين اللي هناك. هذه الرسمة دلالة معركة. طبعا لاحظ هنا المرأة بشرح لكم الان ايش معنى المرأة في الرسم. وهنا كذلك هذه دلالة معركة. طبعا المرأة إذا كان اليد فوق الرأس هذا دليل الدعاء. أما إذا كانت تحت الرأس فدليل الرقص. هذه المرأة اللي موجودة هنا هذه لها دلالات أخرى المرأة اللي فوقها. طبعا الرقص دليل الانتصار في الحرب أو دلالات أخرى لها لكن هنا هذه معركة تصف لك أحد المعارك. هذه أحد آبار حماء طبعاً قديمة جداً من العهد الثمودي. شوف هذا أحد الآبار هنا. هذه كلها جديدة تقريباً. هذه من محفورة من الألفية السابعة قبل الميلاد. آبار حماء كلها الست. بالنسبة للبير شوف لاحظ هنا هذه يضعونها للإبل السائبة لأنها لو ما وجدت موية هنا تطمر بنفسها في البير. يضعون الموية هنا حتى تشرب منها الإبل السائبة أو الحيوانات السائبة أو الطيور حتى ما تسقط في البير. ففكرة رائعة. لاحظ رؤوس الجبال هذه للمراقبة لأن القبيلة تسيطر من خلال المواقع هذه وبدري على واحد يجي ياخذ الموية. فهذه قديمة جدا تستخدمها القبائل للسيطرة على الماء لأن الماء يعتبر أهم مورد ولا الآن الماء أهم مورد. في الموقع المثلث اللي ورانا ابن ام واحد يجي من قبيله ثانيه يهوب جاحه المويه يلعبون فيه لعب. الابار القديمه الاساسيه سته. في ابار حديثه لكن القديمه الاساسيه هي سته. اللي قاعد في الخلف هنا هذه هي القديمه. هذا الخط الكوفي القديم عمره تقريبا 1000 سنه واول من نقط الحروف هو ابو الاسود الدؤلي. رجال الملك يوسف بن رواس. هذا النقط
النص يتكلم أو النقش يتكلم عن حروب الملك يوسف في الملك عفوا في اليمن في جميع أنحاء اليمن مع الأحباش، وكيف أن أيضا سطر في النقش محاصرته النجران. هذا النقش بتاريخ 518 ميلادي، وبعدها بست سنوات من محاصرة نجران، بعد هذا النقش بست سنوات اللي في عام 524 حصلت مذبحة الأخدود وتم إحراق المؤمنين في الأخدود وبسبب الحصار. هذا اللي كتب النقش هذا هو تميم اليزني، هذا أحد وزراء الملك يوسف ذو نواس. هذا خط مسند قديم يرمز إلى معركة الأحابيش مع يوسف ذو نواس. هذه مقابر من العصر الحجري الحديث، عمارة تقريبا 5000 سنة. هذه هي المقابر. الفرسان العرب القدامى الشجاعة. كيف تعرف يعني مثلا قدم؟ القدم هذا دائما بالاقتراب يعني بالمقارنة، عشان ما تقارنها مع نقوش موجودة في مكان آخر. لاحظ هذا الرسم، هذه طبعا حيوانات سائبة كانت موجودة قديمة في هذا المكان، وهذه يقولون أنها في العصور الرطبة. طبعا هذا مستاق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن جزيرة العرب كانت مروجا ونهرا وستعود مروجا ونهرا. شوف الصور اللي وراه، لاحظ كيف هذه تسمى الموائد الصحراوية، عوامل التعلي أثرت فيها حتى حولتها بهذا الشكل كأنها مائدة. حياكم الله، هقلطوا. إيش اسم الجبل هذا؟ فرايد الضباء. هذا الضباء كانت تقيل هنا في هذه المنطقة. الصليب المعقوف لاحظهم هنا، لاحظ هنا بالضبط، هذا قديم جدا، هذا ترمز لأحد الديانات القديمة وليس النازية، النازية تأخذته تقليد. لاحظ الكتابات القديمة، طبعا هنا أشهر شيء اللي هو الصليب المعقوف وهو قديم جدا قبل النازية. هذا نقش جميل جدا بس انهم تعبونا حطوه فوق. الله يهدي العرب. لاحظ معي المنظر هذا، شايف النقوش. بسم الله والله طريقة
هذا النقش قديم طبعا، هذا يمثل الرجل العربي هو سيد المها، وهذه امرأة ربما زوجته. أبو محمد شباب 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 هذا اسمه حيد عليا، النقش هذه عليا زوجة أبو زيد الهلالي. هذه آبار حريمة بالراء، ثلاث آبار، هذا واحد منها. نفك الحبل، عينك أبو خالد. هذه النقوش تمثل الحروب، هذه الحرب الأول، وهنا الحرب الثانية، وهناك الحرب الثالثة. شوف هذا النقش مو باين، هذا قديم جدا، وهذه نقوش أحدث منه، بس اللون يعطيك قدم النقش. وهنا في نقش آخر قديم جدا، هذا الباركود حق سناب زمان، لا هذا حق قبيلة العرجة، الوسم حقهم، وإلى الآن باقي في نفس المنطقة. محمد ما شفت ولا رسم الضب، ايش القصة؟ لا موجود، كيف موجود؟ ها الضب من الحيوانات المحترمة في المنطقة محترمة.